اعطيته عضوة مؤسسة في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، فإنها اليوم ارتقت خاطر محور أذايس هذه السنة هو كل سنتين يقع، كان الحق في الصحة نظرا لتداعيات الأزمة الصحية وأزمة كوفيد، 30,000 معناها شخص فقد حياته، وخلى تونس زادة اليوم في حالة استثناء زادة نتيجة للأزمة الصحية دي. هذاك علاش كان محور الحق في الصحة محور مهم في إجماله، هو حق مدستر مضمون بالدستور، ولا ونلاحظوا في تراجع الدولة تحملها مسؤوليتها في مسألة قطاع الصحة بالذات. هذاك علاش اليوم نطلق مع الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الصرخة، صرخة الفزع، من أجل أيضا أن يتحمل القطاع العام ولا يترك المجال أمام القطاع الخاص لهذا الحق الذي مرتبط بكرامة الفرد ومرتبط بحيوات النساء ومرتبط أيضا بعدم وجود تغطية للشباب. تقارب 60% معناها من الشباب والشابات لا يتمتعن بالتغطية الصحية. بالنسبة للتقرير هذية هو ورقة وطنية باش تكون جزء من ورقات عربية، يعني الدول العربية الكل باش تقدم، 12 دولة عربية باش تقدم تقريرها. بالنسبة لتقرير تونس حول الحق في الصحة، حاولنا أنه نحدد أساس الحق في الصحة على استنادا للاتفاقية الدولية وأيضا في القانون التونسي، ونعرفوا اللي احنا اليوم في تونس الحق في الصحة ولا حق دستوري. هذا يعني أنه الدولة يلزمها تعمل على توفير الخدمات الصحية وأنها عندها التزام ملقى على عاتقها أنها توفر الخدمات الصحية. وإحنا في التقرير ما حبيناش نكونوا يعني نعتمدوا كان الجانب النظري ونحكيوا كان على القوانين، شفنا زادة في الواقع فعليا شنو فما في تونس في الحق في الصحة، ورينا اللي مثلا فما 2 ملايين شخص ما عندهمش تغطية اجتماعية وتغطية صحية. رينا اللي فما تفاوت في الجهات، تفاوت بين الجهات سواء في أطباء الاختصاص، أطباء التوليد مثلا، يعني نشوفوا المدن الساحلية والمدن الكبرى فيهم خدمات متوفرة خاصة في القطاع الخاص أكثر من المناطق الداخلية. القطاع الخاص يعني فيه أغلب الأطباء وفيه أغلب الصيادلة وفيه أغلب أطباء الأسنان، وبالتالي القطاع العمومي يعرف تراجع، يعرف بعض المشاكل المادية في التمويل. مثلا القطاع الصحي نسبة الإنفاق العمومي على الصحة تمثل 12.6% من الإنفاق اللي تقوم به الدولة التونسية، اللي هو معدل أقل من المعدل اللي تفرضه المعاهدات الدولية. اتفاقية أو توصية أبوجا تقول يلزم 15% من المصاريف تكون على قطاع الصحة، 37.9% من مجموع الإنفاق على الصحة يكون من المواطن نفسه. اهتمينا بوضعية المرأة المعنفة، اهتمينا بمدى تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وشفنا اللي مثلا وقت الحجر الصحي العنف ضد المرأة زاد، المكالمات اللي تقوم بهم المرأة المعنفة زادوا 7 مرات وقت الكوفيد، وخاصة وقت الحجر الصحي بسبب تزايد العنف الزوجي. وهنا يعني حاولنا أنه نقوموا ب يعني تلخيص لمختلف المؤشرات اللي توضح لنا شنو وضع الصحة في تونس اليوم. إصلاح منظومة الصحة العمومية هي تبدأ من القاعدة، خاطر الخط الأمامي هو الخط الأول، يلزم إعادة هيكلة للخط الأول، خاطر سي لو بيفو، هو البيفو نتاع لا سونتي فاميليال دو بروكسيميتي، في تأهيله هو يصبح قادر على استيعاب معناه المرضى، هذايا باش يحسن الخدمات وباش يبني الثقة ما بين المواطن وما بين العوان الصحة والكادر الطبي. نعانيو في مشكلة الثقة هذه من جراء عدم توفر الوسائل الكافية للتشخيص، للوقاية، للتشخيص، للمتابعة، هذوما كلهم ينقصوا الخط الأول اللي هو كان ينجم يستوعب المرضى وينقص على اللجوء للمرضى للنيفو سكوندير امام تيرسيير. ثم الجانب نتاع لو ريجيم دو باس، ماذا بينا راهو تصير معناه يكون ان ريجيم يونيفي، معناه العباد كلهم كي يدخلوا للسبيطار ما ثماش هذه ايتيكيت نتاع الكرني الابيض والاصفر، كلهم عندهم لو ميم ريجيم، الناس الكل عندها نفس الحق ويسموا مساواه. اونينيفي
الخط الأول يجب عندنا تسمية موحدة وعندها نفس الأطباء تكون عندهم نفس الامتيازات ونفس الحقوق، ويجب تكون إصلاح هيكلي على البنية التحتية، توفير الإمكانيات، توفير الأدوية، وبقدرة الله هذا باش يخدم ويحسن من صحة المواطن. بالنسبة للتوصيات حاولنا أنه نذكره مثلا بالسياسة الوطنية للصحة اللي كانت من مخرجات الحوار المجتمعي، ذكرنا برشا مشاريع قوانين مهمة لموقعش اعتمادها لحد الآن، كما حماية حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، كما العنف المسلط على مهني الصحة وبعض القوانين الأخرى. ضرورة أنه يكون فما نظام يعني موحد للصحة، فما بداية العمل على بطاقات لباس وأمان اللي مازالوا ما وقعش تفعيلهم في التطبيق، يعني عديد التوصيات اللي نحاولوا من خلالها أنه نذكروا بضرورة تطبيق ما هو موجود في بعض النصوص، وإلا اعتماد نصوص تزيد الدعم الحق في الصحة.